السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، في هذا الفيديو إن شاء الله رانا راحين نشوفوا الدرس رقم 16. اسمحوا لي فقط هنا في هذو الخربشات، يعني كنت حضرت الدرس ومن بعد جات سدرة لقات ستيلو بدات تخربش، اسمحوا لي برك بالك ما هوش واضح. المهم الدرس تاعنا تاع اليوم هو The Present Perfect. Present Perfect اللي هو المضارع التام. المضارع التام حنا بالنسبة هذا المضارع التام يعني ما كاش استعمال تاعو في اللغة العربية. المهم راح نشوفوا اليوم إن شاء الله ما هو المضارع التام Present Perfect، وشنو هي العلاقة اللي تربط Present Perfect مع Have و Has، وشنو هي العلاقة اللي تربطه أيضا مع Past Participle. أوكي اروح نكتب هنا past participle. اوكي نروحوا نشوفوا الان ما هي الكلمات الدلاليه لمعرفه او استعمال present perfect، ما هي قاعده ال present perfect، وما هي التحويلات التي تحصل للافعال اللي رانا راح نستعملوا فيها ال present perfect، واكيد راح يكون عندنا امثله وتمارين. نروحوا نشوفوا اول شيء ما هو ال present perfect. البريزنت بيرفكت باللغه العربيه يعني المضارع التام. ما معنى المضارع التام؟ المضارع التام هو يعني يعبر عن حدث تم في الماضي بدون تحديد الزمن تاعو. يعني انت كي تحب تهضر على حاجه صرات في الماضي بصح ما راكش حاب تذكر الوقت تاعها وقتاش. تقول انت يا مثلا اي واحد تقول لهم انا كنت نتكيف ولا هكذا، انا قلت لكم يعني ما كاينش تعبير تاعها باللغه العربيه يعني تعبير صحيح وكامل. تقولوا انا كنت نتكيف بصح ما راكش حاب تذكر وقتاش، معناتها 10 سنين قبل، عامين قبل، العام اللي فات برك، شهر اللي فات برك، المهم هذا الحدث كان في الماضي وانت ما راكش حاب تذكر الزمن تاعو، ولا انا كنسيت الزمن تاعو، ولا ما راكش مهتم بالزمن تاعو. مام الانسان نهضروا على يعني الاجانب، راك تهضر مع واحد انجليزي كي تستعمل له المضارع التام البريزنت بيرفكت وتهضر على هذاك الحدث ما راحش يسقسيك وقتاش صرا هذا الحدث. اوكي لانه راه عارفك بلي يا اما ماكش متذكره، يا اما ماكش حاب تهضر عليه، يا اما ماكش مهتم به. اوكي هذه هي الكلمات الدلاليه تاع البريزنت بيرفكت. عندنا already اللي هي بالفعل، ever اللي هي for، عندنا for ايضا، وعندنا just، عندنا never، عندنا since، وعندنا yet. هذو الكلمات كي تلقاهم في الجمله حط directly ال present perfect. اوكي روحوا شوفوا الان القاعده تاع ال present perfect. هنا present perfect كيما شفنا الخطره اللي فاتت present continuous، قلنا غير نشوفوا continuous راح يجوز زوج افكار في راسنا. هنا غير نشوفوا كلمه perfect راح يجي زوج حوايج في راسك، راح يجيك الفيرب تو هاف في المضارع، وراح يجيك الباست بارتيسيبل. الباست بارتيسيبل شنو هو؟ الباست بارتيسيبل شفتوا هذيك الليست اللي عندكم في نهايه الكتاب تاعكم، هو التصريف الثالث، التصريف الثالث تاع الفعل. اوكي في هذيك الليست تاعنا دوك نبسطهم لكم بشكل يعني بسيط. البريزنت نشوفوا الفيرب تو هاف اللي هو املك ولا يملك، عنده زوج وجوه في المضارع، يا اما هاف يا اما هاز. هاف مع من يمشي؟ مع اي يو وي ذي. هاز مع من يمشي؟ مع هي شي ات. اوكي معناتها اذا كان الضمير تاعك واحد من هذو حط هاف، الا كان الفاعل تاعك يعني يكون واحد من هذو ولا يعني لنا على واحد من هذو نحطو هاز. زائد هذا زائد الباست بارتيسيبل. الباست بارتيسيبل تاع الفعل الاساسي اللي عطاه لك في الجمله، اللي عطاه لك بين قوسين. الباست بارتيسيبل وشنو هو؟ اول شيء احنا في اللغه الانجليزيه عندنا زوج انواع تاع الافعال، عندنا ريغولر المنتظمه وايريغولر الغير منتظمه. الباست بارتيسيبل تاع الافعال المنتظمه هو الفعل تاعنا زائد ايدي. اوكي الفعل تاعنا زائد ايدي، فاهمين؟ كيما ستاديد هذا الباست سيمبل تاعو والباست بارتيسيبل تاعو. اما بالنسبه للافعال الغير منتظمه ايريجولار راح يتبدل، لازم هذاك يعني لازم انت تحفظه، تروح للقائمه تاعك وتحفظ كيما جو
الباس تاعها went، التصريف الاول، التصريف الثاني، التصريف الثالث gone. هذا هو الباس بارتيسيبل. يعني بالنسبه للافعال المنتظمه عادي زيدوا غير ايدي، مي بصح بالنسبه للافعال غير منتظمه ايريغولار لازم تحفظ القائمه. اوكي نعطيك مثال، قالك I have studied English for 5 years، you have studied English for 5 years. يقول لك هنايا she has، على خاطر عندنا she هنا يتبدل، she has studied English for 5 years. روحوا نشوفوا القاعده مع بعض. القاعده واش تقول لك كي تكون عندنا جمله affirmative، جمله عاديه، واش يقول لك؟ حط لنا الفاعل تاعك زائد have ولا has على حساب الفاعل تاعك زائد past participle of the verb زائد object زائد نقطه. اوكي انا عطيت لكم هنايا جمله وروحوا نحاولوا نحلوها مع بعض. I see this movie، I already، I واش يمشي معاها؟ have see ال past participle تاع see هنايا هو ما نقدرش نقولوا سيد لأن ليس لأنه ماشي فعل منتظم. هنا الباست بارتيسيبل تاع سي هو سين. I already have seen this film. شي كان عندنا شي نقولوا شي، نديروا هاف ولا هاز؟ نديروا هاز. شي هاز already يس تجي هنايا، هذه تجي هنا already seen this movie. قادر تجي I have already seen the movie. She has already seen the movie. قادر جاكا she has seen the movie ولا the film already. اوكي okay؟ عادي حط لي have ولا has زائد past participle تاع الفعل الاساسي اللي عطاهولك. هي have ولا has ما يعطوها لكش، انت تزيدها، بصح الفعل الاساسي يعطوهولك وانت تحولو للpast participle. روحوا للنيجاتيف فورم، كيفاش ننفيو الفعل تاعنا كيكون في الباست بارتيسيبل. واش قالك؟ قالك هاف سوري في الباست بيرفكت يكون هاف ولا هاز زيدوا له نوت ومن بعد زيدوا الباست بارتيسيبل تاع الفعل. هذا ما كان حطوها بيناتهم بين هاف ولا هاز زائد الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرب. هنا عندنا يو لسن تو ذا نيوز، يو لسن تو ذا نيوز واش نقولوا؟ ذي هاف ولا هاز؟ ذي have ايه من بعد واش نديرو؟ not، شفتوا على خاطر انا في النفي. listen الباست بارتيسيبل تاع listen، بما ان listen هو regular نزيدو غير ing sorry ed listened زدنا له ed لانه regular. he has، نقدروا نختصروها في بلاصه ما نكتبوا نوت كامله نختصروها ك hasn't. بالنسبه نفس الشيء بالنسبه لل have not. listened اوكي هكذا نفوا النفي يجي بين have ولا has زائد past participle of the verb تصريف الثالث الافعال. نروحوا الان للانتروغاتيف للسؤال، واش نديروا؟ عدنا الجملة تاعنا كيما راهي عادي نديرو زوج تغييرات، نبداوها بهاف ولا هاز والفعل تاعنا رجعوه الباست بارتيسيبل. اوكي الفعل تاعنا في الجملة هذه وراه بوب اند جاك نو ايتش اذر، الفعل تاعنا هاوليك نو يعرف يعلم. هنا عدنا بوب اند جاك هذا راح نحطه في الباست بارتيسيبل. بوب اند جاك هما عبارة عن ذي، وذي وش يمشي معاهم؟ يمشي معاهم هاف، يعني نروح نجيب هاف نحطها هي الأولى وندير باب اند سوري اند جاك. الآن الفعل تاعي نحطه في الباست بارتيسيبل، الفعل تاع الباست بارتيسيبل تاع نو هو نون. اوكي ايتش اذر for 6 years يزيد علامة الاستفهام. اوكي قال لك they have lived there since 2015، نعطيها لك واجده واش دير؟ احكم هذه الهاف حطها الاولى، ها هاف هاي ليك هذه جبتها هنايا، نعطيها لك واجد ماشي كيما في الجمله الاولى قال لك انت بدل. have they lived راهي ديجا مصرفه الباست بارتيسيبل there
سينس 2015 وعلامة الاستفهام. هذا مكان. اوكي روحوا الان شوفوا التمرين تاعنا. قال لك I put the sentences in the past present perfect. sorry. هنا عطالك الفعل كيت وعطالك شي وعطالك جملة عادية ماشي منفية. وش دير؟ شي نستعملوا هاف ولا هاز؟ اول شي نقولوا شي هاز. هنا يا كيت، هنا بالنسبة لكيت هو عبارة عن irregular verb، التحويل تاعو كيفاش؟ هنا في هذه الحالة يبقى كيما راه كيت. عندنا ايضا put، عندنا هنا يا read، هذو كامل ما يتبدلوش. اوكي نحطو كيت هير جاب. يو ever a car not to drive. هنا عطالك not و drive. هنا واش قال لك؟ يو مع واش نستعملوا مع هاف ولا هاز؟ نقولوا هاف. ومادام عندنا not لازم نديروا not. هنا درايف، الباست بارتيسيبال تاع درايف وشنو هو؟ هو عادي درايفد. اوكي a car. هنا عندنا الفعل تاعنا not play، وعندنا هي واش يمشي معاه؟ he has not sorry. هنايا عندنا pay خلص. الباست بارتيسيبال تاع pay هي paid. اوكي عندنا هنايا I to Scotland الverb to be I واش يمشي معاه؟ have ولا has؟ I have. الباست بارتيسيبال تاع be هو been. I have been to Scotland. He to decide to buy a car. أنا علامة استفهام. عندك he. وش دير؟ حط he. الفعل decide. الباست بارتيسيبال تاعو هو decided to buy a car. بلا ما تنسى في بداية الجملة حط مع هي وش يجي؟ يجي has. أوكي؟ هنا عندنا ايضا سؤال. I to live there for 3 years. اول شيء I واش ترجع في السؤال؟ ترجع you، سواء في السؤال سواء في الجواب. live الباست بارتيسيبال تاعو شنو هو؟ lived. here for 3 years. عاود اكتب الجمله كيما راهي، بدل لنا غير الفعل. معايا واش يجي؟ have ولا has؟ يجي have. okay we that movie yet see not. we وش يجي معاها؟ يجي معاها have. موراها تجي not اللي طاوها هنا not. الباست بارتيسيبال تاع سي هو seen. okay she ever to watch a football match. وش نقولوا؟ عاود اكتب هذه she ever watched. past participle تاع watch هو watched لانه هو regular verb. a football match. وانا مع شي وش يمشي؟ يمشي have ولا has؟ يمشي has. اوكي نقولوا has she ever watched a football match. هنا أعطالك أيضا سؤال. سؤال they to live in London since 2014. هنا نعطيك سؤال نقوله، نعطيك أداة السؤال مثلا why لماذا. أوكي هنا كيف تدير؟ راح تدير سؤال كالعادة، خلي فراغ هنا في البداية ومن بعد دير they. هنا وش عندنا؟ live تولي lived. الباست بارتيسيبال تاع ليف هو lived. وكمل الجمله تاعك. in London since 2018. مع ذي واش يمشي؟ هاف ولا هاز؟ يمشي معنا اكيد هاف، نحطوها هنا في البدايه. اوكي why have they lived in London since 2018. هنا عندنا not. اميره to buy not a new car. اميره عبارة عن شي، واش يمشي معاها؟ has. بعد نحطو not تاعنا، بعد نحطو by. by الباست بارتيسيبال تاع by. by هو عبارة عن irregular verb، الباست بارتيسيبال تاعو هو bought. by هو اشترى a new car.
اوكي هذا كان بالنسبه للبريزنت بيرفكت والتحويلات تاعو في الجمله. اوكي ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس، ان شاء الله يكون واضح. وفي الحقيقه طبق برك واش قلت لك، طبق القاعده اللي قلت لك عليها. هذا ما كان تفرج مليح الفيديو، تقدر تكتب بالنوت تاعك معناتها الملاحظات تاعك اللي فهمتهم، ومن بعد طبق في اي تمرين. اوكي في الاخر واش نقول لكم، ما تنساوش تدعمونا بلايك، وبالتوفيق ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.